السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفيديو جديد يا رب يعجبكم. النهاردة إن شاء الله أنا بتكلم الناس اللي كانت طلبت مني إن أنا أعرفهم بنفسي. أنا اسمي محمد أحمد محمد فرج، خريج كلية تجارة جامعة عين شمس عام 2014، شغال في الشركة الوطنية لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية، مساعد مدير مالي. وأنا هاوي وحابب الحسابات وبالذات المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية، ويعني إن شاء الله اجتهدت فيهم جامد. مساري المهني ابتدأت من مكتب محاسبة اشتغلت فيه لمدة سنة، وبعد كده سبته ورحت اشتغلت في شركة النور لمدة 5 سنين. بعد كده سيبته وجيت اشتغلت في شركة الوطنية، وداخل فيها دلوقتي على السنة ونص ومكمل فيها إن شاء الله. ويعني أنا أخوكم، أي حد محتاج أي حاجة. أنا حبيت بس البرمجة في الحسابات وشغل تظبيط شيتات الإكسل وظبطتها وعملت ده لأن أنا بحبها وبحب أنفع غيري، فاجتهدت وعملتها عشان خاطركم. هستنى منكم بس دعم ليا في الكومنتات، والناس تكتب في الكومنتات بكل صراحة هي يعني اللي بيحبني وكده، يعني يكتب لنا في الكومنتات وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوفر لكم البرامج المهمة والأساسية اللي أنتم محتاجينها من برامج مبيعات وموردين وعملاء، يعني المبيعات أو العملاء أو الموردين أو الخزنة أو تحليل الإيرادات والمصروفات أو البنوك. فان شاء الله ان شاء الله نبدا كورس محاسبه ضريبيه مع بعض. بس انا عايزكم بس، يعني انا ببدا دلوقتي مع الناس اللي هي بتبتدئ في المحاسبه الماليه عشان تبدا بس مسارها المهني. والمحاسبه الضريبيه طبعا كده كده انت بتحتاجها بعد ما بتشتغل، بتاخد معاك وقت وفتره، وان شاء الله تكون كويسه معاكم. بس الواحد يجتهد ويشتغل على نفسه وان شاء الله تكون كويسه تمام. والمسار المهني يكون كويس يكون فين، وإن شاء الله نكون مع بعض تمام. دلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة، وحابب أكتب لكم رقمي، فبسيب لكم رقمي في الوصف. أي حد محتاج أي حاجة يكلمني على طول ما يتكسفش. ويا رب الفيديو، يعني يا رب تكون التعريفة دي عجبتكم، وهستنى منكم يعني كل راجل جدع وكل أخت أو أخ كويسين يكتبوا لنا في الكومنتات إن هم بيحبونا، أو يعني يكتبوا لنا حاجة تشجيعية عشان نقدر إن إحنا نكمل، لأن أنا شغال على تشجيعكم وعليكم إن شاء الله. وبطلب منكم يعني تدعموني بلايك وكومنت، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. وبالتوفيق لكل إخواتي وأصحابي اللي موجودين معايا في القناة، ويا رب تكونوا من أحسن الناس وبالتوفيق.